الأب إبراهيم فلتس مع أبونا إبراهيم. وخليني أسأل حضرتك برضو، بنرحب بيك مرة تانية، وخليني أسأل حضرتك عن كيف يعني يتكافت الجميع ويتكامل الجميع من مؤسسات رسمية وأهلية لضمان الحفاظ على هذا الموروث العظيم اللي موجود في فلسطين من كنيسة المهد وبيت لحم، وكيف أيضا يعني نضمن تدفق الحجيج طول الوقت ويكون أيضا إظهار المكانة الرائعة لفلسطين ولبيت لحم. طبعا يوم 24 هو يوم كبير بالنسبة لفلسطين. يوم 24 بيكون يوم الفرحة للجميع. هذا اليوم بيبدأ من الساعة من 8 صباحا بالمجموعات الكشفية اللي عادة بتكون أكثر من 30 مجموعة كشفية بيجوا من كل الدول، من كل المدن الفلسطينية كي يحتفلوا بعيد الميلاد. بيجوا من الناصرة، بيجوا من جنين، بيجوا من نابلس، بيجوا من رام الله، بيجوا من أريحة، بيجوا من كل المدن الفلسطينية كي يحتفلوا بعيد الميلاد. بيكون في استقبال غبطة البطريرك، وهذا الاستقبال بيكون كبير جدا. بيكون هذه الثلاثين مجموعة كشفية بيستقبلوا غبطة البطريرك اللي بيجي من مدينة القدس. القدس وبيت لحم مدينة واحدة. للأسف هلا في الجدار أول مرة بينفصلوا هذولة المدينتين بعضهم البعض بالجدار، ولكن هي القدس وبيت لحم هي مدينة واحدة. فبيجي البطرك من مدينة القدس، وبيجي كمان برفقة كل وجهاء طائفة اللاتين في المدينة المقدسة في القدس، وبيدخل استقبال رسمي. عنده استقبال في ماري الياس، استقبال في قبة رحيل، استقبال في ساحة المهد. بيكون كل المؤسسات من رئيس البلدية، المحافظ، قائد المنطقة، قائد الشرطة، الوزراء، كل المؤسسات، وبيدخل هذا الاستقبال الرسمي. هذا مش موجود في أي مكان في العالم، بيدخل بهذا الاحتفال. يعني احنا بعيد الميلاد بنبدا فيه من القدس الى ان يصل الى بيت لحم. كلنا في هذا الاتجاه، كلنا بنصير الى ان نصل الى اقدس مكان في العالم، الى مغاره كنيسه المهد اللي فيها اتولد السيد المسيح. زي ما في كنيسه المهد في الملائكه، في 7 ملائكه مرسومين في كنيسه المهد، كلهم في اتجاه، كلهم رايحين نحو المغارة، المكان اللي اتولد فيه المسيح. كذلك كلنا مع بعضنا البعض بنقوم بهذه المسيرة إلى أن نصل إلى مغارة المهد. وقداس منتصف الليل بيكون هو قمة الاحتفال، بيحتفل به غبطة البطريرك مع لفيف من المطارنة والكهنة من كل أنحاء العالم. حتى لو ما قدروش يدخلوا، ولكن في فلسطين، فلسطين دولة يعني انترناشونال، يعني دولية فيها كل الجنسيات اللي موجودة في كل أنحاء العالم. إحنا الرهبان الفرنسيسكان بس من 64 دولة، فكلنا بنكون محتفلين، كلنا بنكون موجودين في قداس منتصف الليل. بيكون ممثلين في الكنيسة من كل أنحاء العالم، ما فيش دولة مش ممثلة في هذه القداس، في هذا الاحتفال.